الحمد لله الذي لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى إخوانه النبيين والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. وبعد، فإلى من يرى أن التفرق بالحق خير من الاجتماع على الباطل، إلى الذين يعرفون الرجال بالحق ولا يعرفون الحق بالرجال، إلى هؤلاء جميعا أقول: لقد ظهر منذ زمن شخص يقال له يوسف القرضاوي، وهو بالأساس ينتمي للحزب المسمى الإخوان المسلمون، ذلك الحزب الذي جر بلاء عظيما على الأمة. وقد سجن القرضاوي في سبيل أفكار هذا الحزب، ثم استقر بقطر وراح يتفاقم خطره ويتعاظم شره بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، فاعتبر المرجع الأول للإخوان في العالم. وراح ينعق بأفكارهم وأضاليلهم، وشارك في تأسيس عدة مصارف تسمى إسلامية، وهي في الحقيقة مشبوهة، ولا سيما ما يسمى ببنك التقوى في جزر البهاماس الذي له يد في تمويل العمليات الإرهابية المذمومة. وفتحت الأقنية الفضائية له النوافذ، ولا سيما قناة الجزيرة في قطر، وألف كتبا كثيرة، وحاضر وكتب مقالات، وقد تجاوز فيها تجاوزات خطيرة مدججة بالكفر والفسوق والعصيان. لذلك وجدنا وجوب الرد والصد عن دين الله وعن حياضه، والتحذير من داعية على أبواب جهنم، وهذا واجب من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد قال أبو علي الدقاق رحمه الله: الساكت عن الحق شيطان أخرس. وروى البيهقي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه ليحذره الناس. وذكر الحافظ النووي في شرح مسلم: تباح الغيبة لغرض شرعي، وذلك لستة أسباب. فأما السبب الرابع الذي ذكره، تحذير المسلمين من الشر، وذلك من وجوه منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين، وذلك جائز بالإجماع بل واجب صونا للشريعة. انتهى. وقد ذهلنا لما راجعنا بعض كتب القرضاوي، فوجدناه ينسب الحد والجهة والجسم والحلول لله تعالى، ويسب بعض الأنبياء، فيتهم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالتشويش، ويصف سيدنا موسى بالعناد، ويتهم سيدنا هارون بأنه سكت عن الشرك، وامتدح حزب الإخوان وحزب التحرير، وامتدح سيد قطب، وكفر المسلمين حاكما ومحكوما لمجرد أنهم يحكمون بالقانون. فانظر إلى هذا التحكم والتجرؤ على دين الله تعالى. فقد كفر الزاهدين، وأنكر الإجماع، وحرم تقليد المذاهب، وادعى الاجتهاد، وذم الفقه الإسلامي ذما شديدا، ودعا إلى فقه جديد سماه فقه المرحلة، وهو في الحقيقة منهج حزب الإخوان. وأباح أكل لحم الخنزير وبيعه، وأباح بيع الخمر، وجاهر بعقيدة المعتزلة في القدر بقولهم: إن الله قدر الخير ولم يقدر الشر والعياذ بالله. وامتدح اليهود، وأجاز إعطاء فقرائهم من الزكاة، وأجاز للمرأة الكتابية التي أسلمت أن تبقى تحت زوجها الكتابي، وقال إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يخطئ بالتشريع، وقال إن النار تفنى والعياذ بالله تعالى.
لذا فإننا نتوجه إلى دولة قطر وإلى حكامها وشعبها أن ينبذوا هذا الرجل الموبوء الضال المضل، وأن لا يمكنوه من منابر الإعلام ولا سيما قناة الجزيرة التي تدعو إلى ممارسة الديمقراطية، ولكنها للأسف أثبتت أنها طرف مع القرضاوي، وكان لزاما عليها أن تدعوه إلى مناظرة جادة وهادفة مع خصومه، وأن تنحيه لأنه يضيق صدره بالمشاهدين الرادين عليه ويتهرب منهم. كيف تؤوي دولة كقطر إنسانا يمتدح ويمجد الإرهابيين التكفيريين ويقول عن الذين سفكوا الدماء في العالم العربي إنهم غيورون على الدين وإنهم إخواننا، ويقول في الإمارات داعيا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في مصر والجزائر، فجعل أكبر مجرمي هذا العصر مجاهدين. نأمل من أمير قطر أن يعيد النظر بوجود هذا الوباء الخطير والشر المستطير قبل خراب أكبر من هذا، وأدعو علماء المسلمين ومشايخهم ومثقفيهم وطلبة العلم وأولي الأمر أن يتصدوا للرد على القرضاوي ولأمثاله ممن نصبوا أنفسهم على رقاب الأمة زورا وبهتانا، ونسأل الله تعالى أن يقينا شر القرضاوي وأن يعيذنا منه ومن أمثاله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.